بسم الله الرحمن الرحيم. في يوم المرأة البحرينية وما تحمله هذه المناسبة الوطنية العطرة من بواعث الفخر والاعتزاز، أتوجه بخالص التهاني وعميق العرفان لمن ساهمت في البناء والتي لم تغب يوماً عن ساحة العمل والعطاء على مر التاريخ وصولا ليومنا الحاضر، فقد أنارت بمصابيح العلم طريق نهضتنا وحصنت بإرادتها المستقلة سياج وحدتنا، فهي من قرأت وتعلمت وشاركت فصنعت مجد وطنها. ولا يسعنا في هذا التقليد السنوي المبارك الذي نفتتح به موسم أعيادنا الوطنية المجيدة إلا أن نحيي الأداء المسؤول والنتائج الطيبة لمشاركة نساء البحرين في الانتخابات التشريعية والبلدية التي لها من التقدير ما يجعلها شريكا جديرا في إدارة ميادين العمل والحياة، لتبقى وكما عهدناها على الدوام خير من يعلو بشأن وطنه. وكل عام والجميع بخير.